أيها الشعب، شيكوا المخالفات الخليجية تراها واصلة. اللي كان يروح الإمارات ومصورنا كم رادار وفرحان إن ما وصلت المخالفة بشرك، إن اليوم واصلة والرادار الواحد 63 ريال، وإذا كان مصورنا أكثر من 20 مرة تراك بتدفع أكثر من 1800 وحاجة، فوق 1000 ريال بالآلاف بتدفع. لا حبيبي، واصلات اليوم، روحوا شيكوا حساباتكم أو مخالفاتكم. لا إله إلا الله، نعم خالفة في عجمان ما عب من كم سنة وبايعنها السيارة، جاتني اليوم والشباب مساكين يعانوا الحين، على بالهم ممسوحات أو شيء، واصلات اليوم بالآلاف شيء منهم شيكو. أماني أماني الأماني.